فابتعد يسوع والتلاميذ عن الناس وتوجهوا إلى مدينة بيت صيدا. وحين عرف الناس بهذا تبعوه إلى هناك. وفي آخر النهار قال بطرس: يا سيد، اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة من هنا ليجدوا طعاما فيها، فهذا مكان خلاء. أعطوهم أنتم شيئا ليأكلوا. لكن لدينا 5 أرغفة وسمكتان فقط. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج خبزا من الأرض